بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، سنة أولى ثانوي، أقدم لكم اليوم فيديو فيما يخص تحليل عدد طبيعي لا جدا عوامل أولية. إذن نص التمرين: حلل إلى جدا عوامل أولية الأعداد التالية: 240، 2520، 7951. إذن ننطلق إن شاء الله. 240 نقسمها مع على الأعداد الأولية، نقسمها على 2، ولي 120. 120 نقسمه على 2 ولي 60. 60 نقسمه على 2 ولي 30. 30 نقسمه على 2 و 15. 15 ما نقدرش نقسمه على 2، نقسمه على 3 هي 5. 5 نقسموش على 3، نقسمه على 5، 2 و 1. إذن 240 يساوي إذن 2 أسو قداش؟ 1 2 1 2 3 4 أس 4 مضروب في 3 مضروب في 5، هذه هي القيمة تاع 240. إذن حولناها من عدد طبيعي 240 إلى جودة عوامل أولية. ننتقل السؤال الثاني. ألفين وخمسمائة وعشرين نقسمه على 2 ولي 1260. 1260 نقسمه على 2 630، نقسمه على 2 315. أوب، منقصوش نقسمه على 2، نقسمه على 3 ولينا 105. 105 نقسمو على 3 تولي 35. 35 نقسموها على 5 وهي 7. 7 نقسمو على 5 7 تولينا 1. إذن واش تصبح؟ 2520 هي تحولت إلى، عندنا 2 و 2 2، عندنا 3 خطرات 2، معناه 2 أس 3 مضروب في 3 أس 2 مضروب في 5 مضروب في 7. ننتقلوا العدد الثالث. هو 7950 نقسمه على 2 تولي 3975، نقسمه على 3 تولي 1325، نقسمه على 5 265، نقسمه على 5 تولي 53. ولكن 53 مادام 53 هو عدد
أولي نقسموه على نفسه، وسبعمائة وتسعمائة وخمسين تصبح تساوي اثنين مضروب في ثلاثة مضروب في خمسة، ولكن أس اثنين اللي كانت خمسة والخمسة مضروب في ثلاثة وخمسين. هذه هي النتيجة. انتهينا.